لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته درس الأصول بشرح فيض الوهاب بتيسير أصول الفقه بسؤال وجواب، ووصلنا إلى باب الأمر والنهي من دلالات الألفاظ، وتكلمنا في المرة السابقة عن أهمية هذا الباب وذكرنا أنه من أهم أبواب علم الأصول، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة أحكامها. أن هي التكليف في نهاية المطاف وافعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، انتبه معي. فذكرنا طيب أن هذا الباب من أهم أبواب الأصول. أقول بقى عرف الأمر وما هي صيغته. الجواب: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الفعل أي طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء، انتبه معي، يعني استدعاء ده تعريف الأمر إيه؟ خد بالك، إحنا ذكرنا اصطلاحا، والمراد بالاستدعاء الإيه؟ الطلب. وهذا جنس يشمل الأمر والإيه؟ والنهي. لأن استدعاء الفعل ده استدعاء النهي أو الترك، استدعاء الترك يبقى ده النهي. طيب، فاستدعاء واضح يا جماعة ده بإيه؟ بمعنى الطلب، سواء طلب الفعل أو طلب الإيه؟ الترك. واضح؟ وإحنا ذكرنا في الأصل إن هو الاقتضاء قلنا الطلب، سواء كان طلب فعل أو طلب إيه؟ لما اتكلمنا في الحكم التكليفي قلنا الاقتضاء بمعنى الطلب، والطلب نوعان، طلب فعل وطلب إيه؟ طرق. طيب، الفعل بقى هنا خرج الترك، يعني إيجاد الفعل، يبقى هنا أصبح الإيه؟ ها؟ المطلوب الإيه؟ خد بالك، هنا أصبح الأمر مش النهي، خرج ليه؟ لأن مش طلب ترك، طلب إيه؟ فعل. طيب، ويشمل الإيه؟ بنقول هنا الفعل مش معناه، انتبه معي، إن الفعل اللي هو الفعل المجرد اللي هو فعل الجوارح فقط، لا، مش مقصود كده. إيجاد الإيه؟ الفعل التكليفي، لأن الفعل التكليفي ممكن يدخل فيه قول. يدخل فيه قول. خد بالك معايا ازاي؟ والمحرم ممكن يدخل فيه تحريم قول زي تحريم الغيبة. خدت ماشي معايا؟ طيب، فيدخل فيه يشمل هنا الإيه؟ الفعل والإيه؟ والقول. لأن المطلوب إيجاد الفعل المقصود هو الفعل التكليف المكلف به. المأمور به، هذا المأمور قد يكون فعلاً وقد يكون إيه؟ قولاً. واضح؟ زي مثلا اذكروا الله ذكراً كثيرا، اذكروا الله كثيرا، ماشي؟ تبع معي، الذكر بيكون بايه؟ باللسان، باللسان. طيب، وعندك يعني الدعوه والامر بالمعروف ما احد مراتبني يبقى بالايه؟ باللسان، ماشي؟ انكار النصح وحاجات كتير جدا من الطاعات اللسانيه يعني. ومعروف ان افعال اللسان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. تجرى على الاحكام التكليفيه ومنها ما هو مباح. دي في العبادات، في اقسام العبادات. العبادات مش اقسامها تنقسم على القلب واللسان والجوارح، ها؟ وكل واحده بتجري على الاحكام التكليفيه الخمسه زي ما قال ابن القيم. وعشان كده قال ان مراتب العبوديه 15 مرتبه، من كملها كمل مراتب العبوديه. ثم بين، قال: وبيان ذلك ان العباده تنقسم بالقلب واللسان والايه؟ وكل واحدة تجري على الأحكام التكليفية الخمسة، خمسة في ثلاثة يبقى كام؟ يعني القلب، أفعال القلب منها ما هو واجب ومنها ما هو، خدت بالك، مستحب ومنها مكروه، منها محرم، منها مباح. نفس الكلام بالنسبة للإيه؟ للسان، نفس الكلام بالنسبة للجوارح. واضح؟ يبقى كل ما هو واجب بقى، ها؟ داخل في الإيه؟ في الأمر، لو أمر به داخل في تعريف الأمر. طالما أن الأمر به جاء بالإيه؟ بالصيغة القولية اللي هي بنفس تعريف الأمر اصطلاحا، اللي هي استدعاء الفعل بالإيه؟ بالقول على وجه الإيه؟ الاستعلاء، على وجه الإيه؟ الاستعلاء. طيب، والفعل المأمور به بلك نحو آتوا الزكاة، يبقى أنا عندي بيشمل هنا
استدعاء الايه؟ الفعل ده بالقول يشمل اخبرك الايه؟ سواء كان هذا المطلوب او المامور به قولا او فعلا، زي ايه؟ اتوا الزكاه مش او اقيموا الصلاه. وقد خرج بهذا القيد النهي، لانه استدعاء ايه؟ ترك، لانه استدعاء ايه؟ الترك، مش استدعاء الفعل. طيب بالقول اي باللفظ الدال عليه، استدعاء باللفظ. لا، ايه اللفظ؟ اللي هو صيغ الامر الاتيه، الاتيه خد بالكم يا جماعه، اللي عندنا فعله زي كده المفروض ما هي صيغه مش صيغتها، ماشي؟ صيغه، لان هي فعل الامر معلوم، صلوا كما رايتموني اصلي، ماشي؟ اللي المضارع المقرون بلام الامر ينفق ذو سعه من ايه؟ ايوه، المضارع المقرون بلام الامر ده مضارع، ايوه، بس المقرون بلام الامر صار امرا. المصدر النائب فضرب الرقاب، اي خد بالك انت، اي فضربوا الايه؟ الرقاب، ده مصدر نائب عن فعل الامر. اسم فعل الامر اللي هو زي صه، بمعنى اسكت، اسم الفعل، انا عندي حاجه اسمها اسم الفعل، بيبقى معنى الفعل لكن لا يقبل علاماته، في معنى الفعل لكن لا يقبل ايه؟ علامات الفعل، لكن له معنى الفعل، ماشي؟ معنى ايه؟ ومنه هو مسموع، منه ما ليس مسموع. بقى الدكتور سعد عندكم محاضره بقى في ايه؟ في اسم فعل، في اسم ايه؟ في اسماء الافعال، وفي اسم فعل امر، وفي اسم فعل ايه؟ مضارع، وفي اسم فعل ايه؟ ماضي. ماضي زي هيهات بمعنى بعوده، واسم فعل مضارع يعني ايه؟ زي ما اهن بمعنى اتوجع، واسم فعل امر زي ايه؟ صه بمعنى اسكت، بمعنى اسكت. يبقى انا عندي اهو اربع صيغ للايه؟ طيب الشاهد، يبقى انا عندي بالقول باللفظ الدال عليه، ماشي، والمراد بالصيغ اللي هي الاتيه، وده قيد ثاني اخرج الايه؟ الاشاره، اخرج قال بالقول، فاخرج الايه؟ ايوه، فانه ان افادت طلب الفعل لكنها لا تسمي ايه؟ امرا، لا تسمي امرا فين؟ في الاصطلاح، ماشي. وقوله على وجه الاستعلاء، كون الامر على وجه الترفع واظهار القهر، خدت بالك مرتبه اعلى من الايه؟ من المامور، انتبه معي. ودي بقى لما تيجي انت عندك في البلاغه والتفاصيل، لان القيد ده هيخرج ايه؟ ها؟ هيخرج استدعاء الفعل من المساوي. لو واحد مساوي لواحد بيستدعي منه فعلا، ده التماس. ايوه، ومن ومما من وادنا دعاء. يا المعاني المغازيه كلها. ايوه، خدت بالك؟ معناه ده اللي هو على سبيل ايه؟ اي نعم، دون ايوه، في اللي وراء شهر بنصب الورقات، نعم. ايوه ايوه نعم، فالوجوب حقق. نعم، جزاك الله خير يا محمود. تمام، ماشي. يبقى خدوا بالكم يا جماعه ان يكون على سبيل الايه؟ خدت بالك؟ الاستعلاء. طيب قلنا صيغه اربع صيغ، اللي هي الفعل الامر، المضارع المقرون بلام الامر، المصدر النائب ايه؟ عن فعل الامر، اسم فعل الايه؟ الامر. طيب ما الذي تفيده صيغه الامر المجرده؟ انا عندي بقى صيغه امر جت مجرده عن قرائن، مفيش اي قرينه تصرفها، هي تفيد ايه؟ الجواب، صيغه الامر المجرده عن القرائن تفيد الوجوب ما لم يوجد دليل صائغ، وهو مذهب الأئمة الأربعة، يعني ده مذهب الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبعض المتكلمين، وبعض المتكلمين، ماشي يا جماعة؟ وخالف المعتزلة فقالوا تفيد الندب، وقيل تفيد الإباحة لم يعلم له قائل، والراجح هو القول الأول لقوة أدلته، اللي هو قول مين؟ هيقول جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة، اللي هو ان تفيد الايه؟ طب ايه الادله؟ تعال معايا، لان انت عندك المساله ديت اللي دخل كليه شريعه بقى ولا ودرس اصول فقه، يقول لك بقى يقول لك فيها سته ايه ولا سبعه اقوال، وبناء عليه بقى تلاقيهم يقول لك بقى ايه، حتى لما يجي يتكلموا مع الناس، مين قال لك ان الامر في اللحيه للوجوب؟ ده الامر يفيد الايه؟ الاستحباب، ده الايه؟ ده كوب الجدع. وواحد يقول لك لا، ده الامر يفيد الايه؟ لحد ما يطلع يقول لك اللي يفيد الايه؟ الامر الاصلي في الاباحه، يعني دي من العادات ودي من كذا، والامر ايه؟ وده كذا وده كذا، وتقعد بقى يدخلك في ايه؟ وده كله نتيجه علم اصول الفقه الذي دخل الينا، ده كان كلام المعتزله والمتكلمين. يعني هذا الامر ما دخل على علم الا بعد ايه؟ اختلاط المسائل الكلاميه في علم اصول الفقه. وده من شؤم المسائل الكلاميه وعلم الكلام لما دخل على اصول الفقه. انتبه معي. فافسد وترتب على هذا بقى بعد ذلك التلاعب بكثير. تعال نناقش المسألة. لا،
انا عندي ربنا عز وجل لما يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرات من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. ولما يعني وده في القرطبي ذكر في التفسير هذه الآية ان ده دليل على ما ذهب اليه الجمهور من ان صيغة تفعل للوجوب في اصلها في اصل وضعها في اصل ايه وضعه، لان الله تبارك وتعالى نفى الخير عن الايه عن المكلف عند سماع الامر امر الله وامر ايه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اطلق وبين ان عدم امتثال الامر عصيان عصيان. طيب كذلك لما يقول الرب فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. انتبه معي. طيب لما ربنا امر ادم بالسجود لما ابكت ايه النتيجه؟ سبحان الله، يعني ابليس لو كان ممكن يقول بدل هذا الاصل في الامر الاباحه والاصل في الامر الموضوع عمال يجادل كلام غريب. خدت بالك مع هذا؟ والسيد اذا امر عبده بامره ها فخالف الامر الا يستحق عقوبته؟ انتبه معي. فده الادله ظاهره على ان الامر المجرد ها يفيد الايه؟ الوجوب، يفيد ما لم تاتي قرينه تصرف. ماشي يا جماعه؟ ما لم تاتي قرينه لا دي نفس الكلام، القرطبي قال انها دليل فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم امره صلى الله عليه وسلم. فتنه الشرك او عذاب اليم عقوبه توعد على ترك امره صلى الله عليه وسلم. انتبه معي. فدل هذا على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الايه؟ الوجوب. ولو القرطبي قال هذه الايه من الادله على ان الامر يفيد الايه؟ الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بسوق مع كل ايه؟ طيب انتبه. شوف هنا فين وجه الدلاله؟ اشق لامرتهم. اذا لو امر امرا مجردا يبقى كان وجب. لو كان الاصل في الامر غير ذلك ها؟ طب ما كانش قال ما فيش مشقه. لان نحتاج لدليل خارجي يبين بقى اذا كان الامر ده الوجوب او غير الوجوب. لكن لما بين انه لو امر به امرا مطلقا مجرد عن لكان هذا ايه؟ واجب. اجل انتبه معي. واضح؟ طيب وحتى لما جاء الراجل يسال افي كل قالوا نعم لوجبت. طيب قال ابن دقيق العيد ووجه الاستدلال ان كلمه لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الامر لوجود المشقه، والمنتفي لاجل المشقه انما هو الايه؟ الوجوب للاستحباب، لان الاستحباب ما فيش مشقه لانه لن ياثم بايه؟ بتركه. انتبه معي. ماشي؟ فاستحباب السواك ثابت عند كل، فمقتضى ذلك ان الامر هنا الايه؟ لو امر يعني يفيد ان الامر المجرد ايه؟ للوجوب. للوجوب. قال اللغه ماشي عقلوا من اطلاق الامر الوجوب، لان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عندهم لومه و اقبلك انت ازاي العوف عقوبتي لانه خالف الايه؟ الامر، والواجب ما يعاقب على تركه، طبعا ما يستحق العقوبه تاركه. ماشي يا جماعه؟ طيب ما هو حكم الامر بعد الحظر؟ ما هو حكم الامر بعد الايه؟ الحظر. بعد الحظر يعني بعد الايه؟ المنع. الجواب اختلف الاصوليون في صيغه الامر إذا جاءت بعد حظر يعني بعد منع على قولين، الأول أنها للإيه؟ للإباحة، وده قال به الإمام الشافعي ونصف لمالك، واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الإيه؟ الحظ دال على الإباحة، قالوا غالبا كده، إذا حللتم فاصطادوا، ويصبح الاصطياد إيه؟ إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا، معلوم أن هذا ليس إيه؟ واجبا، خد بالك أنت طيب. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إيه؟ أمركم الله. طيب وقوله فالآن باشرهن. فهل من الغالب في الأوامر التي جاءت بعد المنع والحظر أنها للإيه؟ القول الثاني ماشي أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني إن كان مباحا فقد عاد، طبعا اللي فات ده كله نفس الكلام، ده عاد للإيه؟ المباح، تعاد الى الاباحه. فان كان قبله جائزا رجع الى الجواز، وان كان قبل المنع واجبا رجع للايه؟ وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وجمع من المحققين منهم الامام الزركشي وابن كثير والايه؟ والشنقيطي
ماشي. وده يعني ايه ارجح ليه؟ لان في تنتظم جميع الايه الادله، ولا يرد عليه شيء، ولا يرد عليه ايه شيء. لذلك ابن كثير يقول في تفسير واذا حللتم فاصطادوا، يقول رحمه الله: والصحيح الذي يثبت على الصبر، على الصبر يعني ايه؟ يعني البحث واستقصاء ما ورد من اوامر بعد ايه؟ بعد نواهي. خدت بالك انت ازاي؟ انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل الايه؟ النهي. فان كان واجبا ها؟ ايوه رجع الى الايه؟ وان كان مستحبا فمستحب، او مباحا فمباح. ومن قال انه على الوجوب ينتقص عليه، ينتقضوا عليه بايات ايه؟ كثيره طبعا. ومن قال انه للاباحه اخبرك يرد عليه ايات اخرى. والذي ينتظم الادله كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الاصول والله اعلم. ومثاله ان الصدق قبل الاحرام كان جائزا فمنع للاحرام، ماشي، لانه حرم للاحرام، صار محظورا من اجل الاحرام. طيب بعد كده لما جاء الامر فاصطادوا حللتم، رجع للجواز. طيب قتل المشركين كان واجبا قبل الاشهر الايه؟ طيب فمنع من اجلها، ثم امر به بعد انسلاخها، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقاتلوا الايه؟ فارجع الى ما كان قبل، وهو الايه؟ الوجوب. وهو الايه؟ الوجوب. اذا هو الامر خبرك ده ادي معنى ايه؟ ادله هنا. فده فالقول انه يعود الى ما كان عليه قبل الايه؟ بتنتظم فيه الادله دي، بحل لنا المشكله. والله قبل المنع مباح يبقى رجع الى المباح. طيب واجب رجع الى الايه؟ فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ده امر اهو بعد الايه؟ طيب هات بقى صلي هنا، رجع للاباحه وجوب. يبقى هو ده القول الراجح، لان الدليل معه انه يعود الى ما كان ايه؟ عليه. فالامر بالصلاه الاولى، اما الصلاه قبل امتناع بحاجه كانت واجبه، وبعد الطهر عادت الى الايه؟ الى الوجوب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.